يا مرحبا عزيزي مولود السرطان، كيف رح يكون شهر يوليو تموز 2024 بالنسبة لك؟ بالبداية كل عام وانت بألف خير، هذا شهرك. كل الأشخاص اللي عم يولدوا بهذا الشهر بينسموا لبرج السرطان المائي، فكل عام وانت بخير، وهي تعتبر بداية سنة فلكية جديدة بالنسبة لك. التردد، الحيرة، المتاعب السابقة، يعني إلى حد ما إلى زوال. الشمس متواجدة عندك، الزهرة متواجدة عندك، عطارد أول يومين متواجد عندك. طبعاً هذا كله بيعطيك دوافع كتير قوية للبدء بجديد، لاتخاذ قراراتك. هو شهد القرارات والخيارات الجديدة، وأغلب مواليد السرطان الراغبين بسفر ممكن كتير يكون عندهم عقد مهني المرتبط بسفر أو بتغيير مكان. موضوع السفر من أولوياتك بهذا العام مولود السرطان، فممكن تتلقى دعم هام من جهات نافذة أو من جهات قوية أو بعيدة. علاقاتك الخارجية بتنشط بهذا الشهر، اتصالاتك بتكون مكثفة، أهدافك يمكن تبلش تضع أهداف جديدة لحياتك مختلفة عن الأهداف السابقة. يعني بشوف حتى الأمور العاطفية أول 10 أيام لا بأس فيها. هلا كثير مواليد السرطان ممكن يكونوا أخذوا قرار بالارتباط أو راحوا باتجاه التزام معين، ولكن اعتبارا من تاريخ 11 وبعد حتنتقل الزهرة لبرج الأسد، رح ترتبط أمورك العاطفية بالمادية. يعني ممكن يكون في عندك اختيارات تعتمد على استقرار مالي مثلا، ممكن يكون خياراتك العاطفية مبنية على عقلانية أكثر ما تكون مبنية على العواطف بهذا الشهر بالنسبة لمواليد السرطان يلي عم يدخلوا جديد عاطفي. إضافة إنه زحل بدأ حركته التراجعية، زحل هو كوكب حب بالنسبة لك وبلش يتراجع بالحوت، فيعني يمكن كتير يكون فيك إعادة نظر ببعض العلاقات السابقة للوصول لترتيب جديد معين مختلف عن السابق وعن الاندفاعات السابقة. هلا في أشخاص بيتركوا علاقات من مواليد السرطان بهذا الشهر، وفي أشخاص إذا تم ارتباطهم بهذا الشهر فيعني ممكن كتير يكون في عندهم عودة لعلاقات سابقة أو ماضية، سواء كانت مع حبيب سابق، مع زوج سابق، مع خطيب سابق. البعض طبعا مو الكل، بس وارد هذا الشيء يكون بتراجع زحل بالتأكيد، أو على الأقل مولود السرطان يقع شوي هيك بنوع من المقارنات أو نوع من الحيرة ما بين حاضر عاطفي وماضي. في عنا أيضا ولادة قمر ببرجك مولود السرطان بتاريخ 5. طبعا ولادة القمر تعني بداية جديدة، فهل حتكون مهنية هي البداية أو بداية أسلوب حياة جديد، أو ربما بداية بمكان مختلف، أو ربما عودة لمكان سابق ورح تبلش فيه اتجاهك الجديد. البداية تعني كل شيء بالنسبة لولادة القمر، طبعا هو موجود عندك فحتما في عندك جديد رح تطلع عليه. بتاريخ 21 في عنا اكتمال للقمر ما بين برج الجدي وما بين برج الدلو. طبعا هذا الاكتمال معني بأمورك المهنية العملية وأيضا أمورك الصحية، ممكن ارتباط مهني جديد أو ارتباط مهني بشارف على نهاياته، أو اتفاقات مفاوضات كانت عم بتتم وبتوصل للحظة القرار ولحظة الحسم، ولكن دائما النهايات يعني بتكون هي ممهدة لبدايات جديدة حتى بالأمور الصحية. المريخ متواجد ببرج الثور لتاريخ 20، داعم بالنسبة لك كتير مثل ما قلنا، ولكن بدك تهتم شوي هيك بأخطاء ممكن تطرأ بعلاقتك مع صديق، بعلاقتك مع جهة معينة داعمة لك. ما بدك تتسرع باتخاذ القرارات بهذا الوقت، ولكن وقت بده يوصل المريخ لبرج الجوزاء بتاريخ 20 جديا بدنا نهتم بأمورنا الصحية وأمورنا المهنية، مع لأنه هذا المريخ المتواجد بالجوزاء رح يكون في معاكسة بينه وبين زحل نبتون المترجعين ببرج الحوت،
يعني شوي ممكن يعمل لك بعض التأخيرات أو ممكن يعمل لك بعض الأخطاء إذا ما كنت منتبه، ننتبه صحياً وأيضاً مهنياً. إذا كان مولود السرطان عندك علاقة حب على سفر، يعني مع شخص بعيد عنك بالموقع، بعيد عنك بالمكان، فوارد كتير تطرق بعض التعقيدات يمكن اللي مالك إيد فيها بهاي العلاقة. تراجع زحل بهذا الموقع يمكن شوي هيك يعمل بعض الإشكالية أو بعض البطء. هو دائماً زحل، يعني دائماً هو بيصحح الأوضاع، يعني ما بيعطينا اللي بدنا إياه، بيفرض الشيء اللي لازم يصير الحقيقة. فتراجعه يمكن شوي يعمل لك بعض التأخيرات أو بعض التعقيدات، بدك تأخذ حذرك. يسعد لي وقتكم كل مواليد السرطان، إن شاء الله يا رب هذا الشهر يكون حلو. أهم شيء إنه في مكاسب مالية مثل ما ذكرت بالبداية، لأنه الشمس عندك ورح تنتقل بتاريخ 23 لبرج الأسد لموقع أفضل مالياً، فحضر حالك ورتب أمورك على هذا الأساس.